السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي أينما كنتم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. هذه حلقة جديدة من النطق الصحيح للقرآن الكريم. كيف نتعلم قراءة القرآن الكريم حرف حرف، كلمة كلمة، تخليص المفخم من المرقق، تخليص الحركات، إتمام الحركات، كل هذا، وطبعا حتى أحكام التجويد. وبعض المرات نتطرق إلى ما هي الأخطاء الشائعة التي ممكن أن تحدث عند نطق كلمة معينة أو حرف معين. هذا كله راح تشوفوه أحبتي في الله في هذه الحلقات. فتعالوا معي اليوم، عندنا الصفحة رقم 86 سورة النساء الجزء الخامس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أعلم بأعدائكم. جيم، جواز الوقف على كلمة بأعدائكم. والله، الواو مفتوح قبل اسم الجلال الله، تفخم اللام، لأنه عندك المفتوح والمضموم قبل اسم الجلال الله تفخم اللام، إذا كان مكسور أو يا قبل اسم الجلال الله ترقق اللام. ولا أفخم الواو، دائما احرص هذا الحرف الذي قبل اسم الجلال الله، هل هو من حروف الاستعلاء؟ حتى أنا أفخم، حتى أقول والله، لا، حروف الاستعلاء هي خصة ضغط انقض، والراء تفخم أحيانا وترقق أحيانا كما مر معنا في الحلقات السابقة. إذن الواو مرققة، فلا أقول و، راح أقول و و، والله أعلم بهذه الطريقة. وأيضا هنالك من يقول والله هكذا يكور الشفاه، لا يوجد تكوير، هي مفتوحة اللامات. فلماذا والله هو نضم الشفاه فيها، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين، ضم مرققة أعلم. شوف الهمزة من أقصى الحلق، العين من وسط الحلق، تحتاج من عندك إلى تدريب العين الساكنة. هذه العين بأعدائكم عين ساكنة، لازم أنت تجيب البينية يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة، لأنها من أحرف التوسط للعمر، تنزل إلى وسط الحلق، لأن العين العربية الفصيحة عميقة، وأنت تحس كأنه عم تبلع شيء، مثل ما واحد يشرب مي بعض المرات يطلع صوت أعلى بهذه الطريقة، تنزل إلى العمق حتى أنت لا تطلع معك مقلقلة ولا تكون عايمة، تخرج من أدنى الحلق وليس من وسط الحلق، ولازم تحس بانزعاج في المخرج. أعلى أعلى، شوف لازم أعطيها البينية حتى لا تقول أعلم بأعدائكم هكذا قلقلتها، أو أعلم بأعدائكم، هذه عين عايمة لا علاقة لها بالعين الفصيحة. أعلم مو نضم الشفاه فيها بكسرة البي، دائما لما أريد أنا أجيب البي، البعض يعني يقولها بأعدائكم، هذا خطأ، تذكر صوت البي الإنجليزي أي بي سي دي بي بأعدائكم. شوف صوت البي الإنجليزي هو الباء المكسور العربي، بي بأعداء، شوف العين تتبينية، واجتمع حرف المد والهمزة في كلمة بأعدائكم، مد واجب متصل 4 أو 5 حركات، لا نتكئ على الهمزة، لا أقول بأعدائكم إكم هكذا، خليك لطيف باللطف في النطق بلا تعسف، بأعدائكم كم، كل كلمة تنتهي بالكاف والميم، لا أكبر قطر التكوير، الشفاء كو حتى تصير عندك مفخم وهذا خطأ. إذن قلل قطر التكوير حتى تكون مرققة. بأعدائكم ميم مظهرة، وخاصة جاء بعدها واو وكفى. ليش وخاصة؟ لأنه الإمام ابن الجزري يقول عن هذه الميم: وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. بأعدائكم هكذا في الوقف في الوصل، بأعدائكم وكفى بهذه الطريقة، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. شوف
كفى. هذه الكفى لما أقول لكم إياها في كلمة كفر، تذكرون لما أقول لكم تذكروا كلمة كفى حتى لا أنا أفخم الكفار بالراء، هذا اللي أقصده أن هذه كلمة كفى. وكفى، ولا تقول وكفى، لا تميل صوت الألف، بالله وليا وكفى بالله، هذه إمالات تقليل. لا تبتسم بالشفاء كفى، وتسحب اللسان للخلف وتجعل اللسان منبسط، اللسان مرتاح ما تسوي أي شيء، بس طلع صوت الألف. وكفى بالله بي، شوف أن هذه المكسورة قبل اسم الجلال الله، نرقق هذه اللام في الموضعين يعني في نفس المقطع هذا، وكفى بالله وكفى بالله، فما أقول وكفى بالله بالله، اللام إذا رققت من اسم الجلال الله بسبب مجيء كسرة قبلها أو ياء، الاسم يكون عظيم، ما أنه تقول يا بالله، لا، في فخامة يعني فخامة عظمة حتى إن كانت اللام مرققة، بالله وليا، شوفوا هكذا نقرأها، ما قرأ بالله وليا، لا، وليا، يا مشدد النبر، أحد مواضع النبر في القرآن الياء والواو المشددتين. الياء بعض المرات المشددة هذه أنه أنا يختفي عندي صوت الياء الأولى، وليا وليا، لازم يطلع عندي تواصل للصوت، وليا وليا، هكذا بهذه الطريقة يجب أن أجيب اليائين. ولما أقول لك النبر ممكن البعض يضغط على المخرج فراح يصير عندي إيش، تشوه بصوت الياء لأنه جرى فيها الهواء، ولي وليا، هذا خطأ، وليا إي إي وليا وليا، تنوين فتح جاء بعدها واو وكفى، إدغام بغنة مع ضم الشفاه، وليا وكفى بالله، هذه مرت معنا الآن قبل قليل وشرحناها، وأنه اسم الجلال الله مسبوق بباء مكسورة، فترقق هذه اللام من غير أن أميل الألف حتى لا يكون الصوت غير مستساغ. نصيرا النون مرققة، صاد مفخمة من أحرف الاستعلاء، مكسورة مفخمة مرتبة خامسة أخيرة، فما أفخم النون أقول نصيرة، لا، نصيرة، ولا أفخم الياء، والراء مفخمة لأنها مفتوحة، تنوين فتح، راح نقف في مد العوض حركتين، لكن إذا استمرينا تنوين فتح جاء بعدها ميم، من الذين هادوا نصيرا، من إدغام راح يكون من غير كزل الشفاه، والراء طبعا مفخمة، ولا أقول نصير، لا، نصير، بهذه الطريقة وأقرأ الراء جيدا، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. جيم، جواز الوقف على كلمة الدين. ونبدأ الآن من الذين، كسرت الميم، بعدين عندك الذين، اللام اسمية مدغمة مرققة، اللام المشددة ما أطيل جريان الصوت فيها حتى لا تصير رخوة، ليست الرخوة من صفات اللام، اللام بينية، بس ما أقول من الذين هادوا، هكذا أنا طولت جريان الصوت في اللام وأصبحت رخوة، هذا خطأ، فهذا هو المسك الذي أقصده. وأيضا لا تتكي على الذال في كلمة الذين في عموم القرآن، الذين الذي ذي، هكذا خطأ، الذين هادوا بهذه الطريقة، باللطف في النطق بلا تعسف، يا بعدها ساكنة ما الطبيعي حركتين، هادوا، شوف هنا راح يكون عندي ما الطبيعي، هادوا، الألف ساكن قبلها ها مفتوح، والواو ساكن قبلها دال مضموم، طبيعي حركتين هادوا، يو يحرفون، الراء مشددة بكسر راح تكون مرققة، الراء الساكنة منها مرققة أيضا لأنها تتبع حكم الذي أدغمت فيه، راء مكسورة، يحرفون، هكذا، ولا أقول يحرفون، تكرير خطأ، أو تميل إلى التفخيم، لازم تجيبها مرققة صافية. وعندك الواو ساكنة قبلها فاء مضموم، الطبيعة حركتين، الكلمة، اللام قمرية، لماذا جاء بعدها حرف متحرك كاف مفتوح، وهي من الأحرف القمرية،
ابغي حجك وخف عقيمه، حتى إذا ما كنت أنا حافظ هاي الحروف القمرية، كل حرف متحرك بعد اللام قمرية ومشدد بعد اللام شمسية، واللام لما تكون قمرية يجب أن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة. البس الكلمة، حتى أبين البينية في اللام، لأنه عندي قاعدة أن الصفات تتجلى أي تكون واضحة في الحروف الساكنة، صفات الحروف. عن مواضعه، النون مع الميم إدغام، نون ساكنة إدغام، لأنه عندي حروف ينمو يا نون ميم واو، هذه حروف الإدغام بغنة من أحكام النون الساكنة والتنوين. عم صارت شوف عم ميم مشددة، ولهذا رسمت الشدة على كلمة ميم على حرف ميم من كلمة مواضعه، لأنه إذا قال لك اقرأها لوحدها راح تقرأها مواضعه، يعني ميم مفتوحة، لكنه رسمت الشدة حتى نبين الحكم الذي قبلها. عن مواضعه بهذه الطريقة من غير كز، جيب الإدغام. وعندك ألف ساكن قبلها واو مفتوح، ما الطبيعي حركتين، الضاد مفخمة مرتبة أخيرة خامسة مكسورة من أحرف الاستعلاء، لكن لا تقول مواضعه ضيضعه، هكذا جبتها الضاد من الاتكاء من إحدى حافتين اللسان أو الحافتين والملامسة في مقدمة اللسان، فتصير مواضعه ضيضعه كسرة الضاد والعين. وعندك مدى صلة صغرى بمقدار حركتين، مواضعه ويقولون ويا مرقق، حتى لا تسويها مفخم لمجاورتها للقاف المفخم مرتبة ثالثة، تقول وياقو خطأ، ويا ويقو واو ساكنة قبلها قاف مضموم لو واو ساكنة قبلها لام مضموم، ما الطبيعي حركتين، ويقولون سمعنا، ركز لي على الميم المكسورة، لأن دائما نقول سمع 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 لا سمي سمي سمعنا العين الساكنة، واسمع غير هذه العين أيضا الساكنة، تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تمرين، أن تنزل إلى وسط الحلق وتجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة حتى لا تقلقل، سمعنا وسمع غيره، فانتبه بارك الله فيك، وتحس بانزعاج في المخرج وكأنه عم تبلع شيء، سمعنا حتى لا تجي سمعنا عايمة، وعصينا واسمع غير مسمع، هذه كلها عين لا علاقة لها بالعين العربية الفصيحة، هذه عايمة، فلازم ننتبه ونركز. سمي سمي سمعنا، ألف ساكن قبلها نون مفتوحة، جيب المد الطبيعي، ما أجعله كأنه نون مفتوحة، سمعنا وعصينا واسمع وعصينا واسمع، هذه صارت كأنه نون مفتوحة، لا هنا عندك ما الطبيعي، سمعنا وعصينا واسمع، جبنا هذه المدود الطبيعية. عصينا عين مرققة صاد مفخمة مرتبة ثانية، وها البعض يقول وعا عصينا يفخم العين، لازم تخلص الترقيق من التفخيم من أن يفخم لمجاورة رتين المفخم، وع وعصى هكذا أنا خلصت، والياء بعدها ساكنة قبلها مفتوح يا أولين، وعصينا 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 ما تقول وعصينا، لا تنبرها لأنه راح تسويها مشددة وأنت أضفت حركة لحرف غير موجود. واسمع من الواو إلى السين لدينا همزة وصل، والسين من أحرف الصفير، سين فيها جريان للصوت جريان للنفس، يعني رخاوة وهمس، ولازم أجيب الصفير لأنه بعد الصاد بقوة الصفير، أحرف الصفير ثلاثة، صاد سين زاي، واسمع والعين لا تنسى لازم تكون عميقة الساكنة، تتدرب ما مثل العين اللي متحركة مثلا مسمع عين وراعنا، لا لازم تبين البينية بالعين الساكنة والعمق بالوسط وسط الحلق. غير غين مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية، الغين من أحرف خص ضغط انقض أحرف الاستعلاء ولتفخيمها مرتبة ثانية مفتوح، ولا أقول غو غو خطأ غا، ولا أقول غا 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 اشميمها خا، ليش؟ لأن الغين والخاء مخرجهما من أدنى الحلق، لكن الخاء يجري فيها الصوت والنفس، والغين يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس، إن أجريت النفس فيها شوي أشممتها خاء،
فإذا لازم تصفيها غير، والياء ياء لين ساكنة، ما تقول غير مثل عصينا غير، فانتبه غير هكذا بهذه الطريقة بليونة وسلاسة ياء لين، راء مفخمة لأنها مفتوحة غير، ولا تقول غير هكذا تكور الشفاه في الراء، تكور الشفاه في الغين، وهذه مفتوحة وهذه من الأخطاء الشائعة. وانظر إلى المرآة وصفيها غرا غير غير مسمع سين ساكنة، تتجلى الصفات في السين يعني في الحروف الساكنة، سين ساكنة قبلها ميم مضموم، فلا أقول مس، أنا رأسا نطقت السين ولا زالت الشفاه مضمومة تأثرا بضمة الميم قبلها، فلازم تخلص. هذا هو تخليص الحركات التي حكيته أنا في بداية الحلقة. مسمعين مسمعين مش مسمعين، لا تشمم السين ضمة، فانتبه. عين تنوين كسر جاء بعدها واو وراعنا، فراح يكون عندنا إدغام بغنة، ولكن أنا قبل أن أدخل في الإدغام تأكد وحقق كسرة العين. مسمعيو، شوف مو تقول لي مسمعيو عيو، لا عيو، انتبه لازم تتم الكسرة ثم تدخل في الإدغام. مسمعي وراعنا مع ضم الشفاه في الواو، راعنا الراء مفتوحة، ما تقول لي وراء وراعنا، لا تكبر في الشفاه، دائما انظر إلى المرآة وحاول تصفي المخارج والحروف كما أذكر لك الآن. وراعنا مفخمة الراء مفتوحة والألف بعدها تفخم تبعا للراء، اكسر العين وعندنا وراعنا، لا شوف ألف ساكن قبلها نون مفتوح من كلمة راعين، راح يكون عندي مد طبيعي. لين ياء مشددة نبر، لين اسمع اليائين، لين لين، ما تقول لي لين تختفي صوت الياء الأولى، أو لي تضغط بالمخرج كثير راح تتشوى صوت الياء، إي إي لين لي، حتى أنت لا تشوهها ولا يختفي صوت الياء الأولى. وعندي تنوين فتح جاء بعدها باء بألسنتهم، إقلاب، أحد أحكام النون الساكنة والتنوين الإقلاب، يحدث عند حرف الباء فقط وتقلب إلى ميم، وشوفوا بالمصحف كيف مرسوم الميم على الألف. ليم من غير كز، ليم بألسنتهم، لاحظتم الآن كسرة الباء بي بي مش بي بي بأل بأل لا بي بألام ساكنة يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لازم أنا أبينها البينية. بأل بس بأل سينا سي كسرة سينتيهين، لازم أنا أبين الكسرات. ميم مظهرة وخاصة جاء بعدها واو وطعنا وطعنا بألسنتهم، ولازم أبين الميم المظهرة. وطعنا الواو مرققة، طاء مفخمة، طاء مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية، فما أفخم الواو أقول وا، لا و وطا وطعنا، والعين ساكنة شوية، تحتاج هذه الكلمة إلى تدريب حتى أنا أسمعها زين. وطعنا وط وطعنا، العين الساكنة لازم أنت تنزل إلى وسط الحلق لأن مخرجها العين عميق، لازم أنت تعمق ولازم تحس بانزعاج في المخرج وكأنه عم تبلع شيء، ولازم يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لين عمر. في الدين تنوين عندي مع الفاء، إذا احنا متفقين النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعد الفاء رأسا فكر لي الثنايا العليا باطن الشفة من غير غلق، من غير أن تطبق الشفة حتى لا تخنق الغنة أو تقلب إلى ميم. وطعنا في، وطعنا خطأ، وطعنا في الدين، في إذا لوحدها راح تكون ما الطبيعي لأن يعني يا ساكنة قبلها فاء مكسور، لكن راح نضف هذه الياء منع الالتقاء الساكنين فصير في مكسورة رأسا إلى الدال من الدين. ليش؟ لأنه لدي أنا همزة وصل واللام شمسية في كلمة الدين، لماذا؟ لأن جاء بعدها حرف مشدد الدال، في 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 الدين بالمد العارض للسكون، راح أقف أنا حسد حركات لأنه عم بقرأ بالتحقيق وأسمع النون لازم مظهرة الدين بهذه الطريقة.
ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ولو أنهم، انتبهوا الواو واولين قبلها مفتوح لا مفتوح، فما تقول أنت ولو أنهم، لا ولو أنهم بليون وثلاثة، أنهم النون مشدد الغنك من ما تكون أنهم لا تقول أنه لا هو أنهم مظهرة أنهم قالوا قاف مفتوحة بعدها ألف، القاف من حروف الاستعلاء، هذه مفخمة مرتبة أولى، المفتوح بعده ألف، الألف ساكنة قبلها مفتوح، ما الطبيعة حركتين، الألف تفخم تبعا للقاف، ما أكور الشفاء أقول قالوا، لا قالوا لو مرققة، وواو ساكنة قبلها لام مضمومة، ما الطبيعة حركتين، سمعنا هذه مرت معنا في نفس الآية، لكنه كانت سمعنا وعصينا، الآن سمعنا وأطعنا، سمي كسرة الميم لا تختلسها، والعين الساكنة في سمعنا وفي أطعنا وفي واسمع، هذه يجب أن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة للعمر، وأن تنزل إلى وسط الحلق، وأن تحس بانزعاج في المخرج، وأنه كأنه عم تبلع شيء، حتى لا تقلقلها سمعنا وأطعنا وسمع وانظرنا، لا أو عايمة سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، هذه من أدنى الحلق لازم تتدرب عليها، سمعنا وأطعنا واسمع، هكذا أبين العين الفصيحة. وعندك ألف ساكن قبلها نون مفتوح ما الطبيعة حركتين، وأطا وأ لا تقول وأ، لا تفخم الهمزة لمجاورتها للطاء المفخم مرتبة ثانية، فأنت تقول و حتى تفخم الواو، و و و و طا و طعنا، وجبت العين أيضا صافية، وألف ساكن قبلها نون مفتوح ما الطبيعي حركتين، واسمع رأسا من الواو إلى السين لأن لديها همزة وصل، والسين من أحرف الصفير كما ذكرت قبل قليل في كلمة واسمع غير مسمع، ف يجري فيها الصوت ويجري فيها النفس، والعين ساكنة، واسمع وانظرنا وشوف التفخيم من الواو إلى النون لأن لديها همزة وصل، النون مع الظاء إخفاء بغنة مفخمة بحسبة مرتبة الظاء ثالثة، وانظرنا، لازم تجيب غنة مفخمة بحسب مرتبة الظاء، الظاء من أحرف الاستعلاء، والراء ساكنة لا تسحب ضمة الظاء إليها وتقول وانظر وانظر، نطقت الراء ولا زالت الشفاه مضمومة تأثرا بضمة الظاء، والراء ساكنة قبلها ظاء مضموم إذا مفخمة، وانظرنا، ألف ساكن قبلها نون مفتوح لا راح يكون عندي ما الطبيعي حركتين، لكان كألف ساكن قبلها كاف مفتوح ما الطبيعي حركتين، خيرا الخاء مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة، والياء ساكنة بعدها ياء لين، فما تقول خيرا لا خاء وليس خو خ خيرا يا أولين، راء مفخمة لأنها مفتوحة، تنوين فتح جاء بعدها لام لهم، شوفوا كيف رسمت الشدة على لام لهم بمعنى أنه إدغام بغير غنة، راح آكل النون، خيرا خيرا لهم من غير إطالة لصوتها، يعني اللام لما تصير مشددة ما أطيل جريان الصوت فيها حتى لا تصير رخوة، اللام ليست رخوة، اللام بينية، خير را ولا تقول أرا لا، خير لهم بهذه الطريقة، وإحنا أكلنا النون بالإدغام بغير غنة التنوين مع اللام، لهم وشوف الهاء مضمومة نضم الشفاء، لهم ميم مظهرة وخاصة جاء بعدها واو أقوم لا إيش وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي، لهم وأقوم مرقق قاف مفخم مقلقل مفخم مرتبة رابعة، لا تقلقل القاف والطاء من أحرف القلقل لما تكون ساكنة مرقق، لازم تجيب تفخيم،
وحروف القلقلة 5، قطب جد هذه هي، والقاف والطاء من أحرف الاستعلاء، فلازم أنت تجيب تفخيم مع قلقلة، ما تقول وأقوم، لا وأقوم، لازم تعطيها التفخيم ولا تفخم الهمزة، وأ لا وأ، وأقوم ولكن، شوف كي، ولك لا ولكن، نون ساكنة كسر الكاف جيدا، جاء بعد النون الساكنة لام، لعنهم فصارت مثل خيرا لهم، لكل لكل لعنهم، ولكن، وراحت النون صارت اللام مشددة من غير إطالة للصوت في اللام، ولكن لا بس، ولكن لعنهم بهذه الطريقة، والهاء والميم مضمومة نضم الشفاه فيها، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم، وأنت أيها المعلم إن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققة، يجب أن يحقق الطالب ضم الشفاه في المضموم وفي الواو. ميم مضمومة جاءت قبل اسم الجلال الله، تفخم اللام من اسم الجلال الله، لعنهم الله، ما أفخم الميم، الميم ليست من أحرف الاستعلاء، فما أقول لعنهم، خطأ، لعنهم، لعنهم الله بكفرهم، الله وليس الله، فلا تكور هكذا الشفاه عندما تنطق اسم الجلال الله باللام مفخمة والهاء مرققة، الله هو بكفرهم، كسرة الباء بكفرهم، لا تسحب ضمة الكاف إلى الفاء الساكنة وتنطق الفاء والشفاه مضمومة، بكف خطأ، بكف خطأ، بكفرهم، والفاء ساكنة تتجلى الصفات في الحروف الساكنة، يعني يجري فيها الصوت والنفس، ولازم أبين لأنه مخرج الفاء ضعيف، والراء مرققة لمكسورة، والميم مظهرة خاصة جاء بعدها فاء فلا، بكفرهم فلا، بكفرهم فلا، بهذه الطريقة، فلا ألف ساكن قبلها لام مفتوحة من طبيعة حركتين، يؤمنون الهمزة الساكنة في وسط الكلام أحبتي، لازم احنا نفكك الكلمة ونسويها مقطعين، هذا ينتهي بالهمزة، المقطع الثاني يبدأ بالحرف الذي بعد الهمزة الميم، مينون، يؤ، لا تسحب ضمة الياء إلى الهمزة تقول يؤ، لا يؤ يو 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 يو، لا تقول يو، يؤمنون، يؤمنون، حتى لا تقلقلها تقول يؤمنون أو يؤمنون، لازم أقفل الأوتار الصوتية في منطقة أقصى الحلق جيدا حتى لا تقلقل معاي هذه الهمزة، وأكسر الميم، وعندك واو ساكنة قبلها نون مضمومة راح يكون عندي من الطبيعة حركتين، إلا هذه اللام مشددة متفقين أنه ما أطيل جريان الصوت فيها، إلا خطأ، إلا بس، إلا قليلة، ألف ساكن قبلها لام مفتوح، اللام الثانية من المشدد مفتوح، فراح تكون عندي من الطبيعة حركتين، قا قا مفخم مرتبة ثانية مفتوح، قليلة، لا تقول قو، لا قا قليلة، ياء ساكنة قبلها لام مكسور، راح يكون عندي من الطبيعة حركتين، واقف في مد العوض، عندي تنوين فتح حركتين، إذا استمريت إلا قليلا يا أيها، لاحظتم؟ يعني راح يكون عند بعدها يا ينمو من كلمة يا أيها، فراح يكون عندي إدغام بغنى، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. طبعا السبت في جيم جواز الوقف، ولكن انا اتميت انه هي فيها 4 كلمات، وبعدين هسه قلت خلي اقراها وبعدين اشرح كامله الايه. يا حرف المد ايها الهمزه، يعني عندي كلمتين، يعني مد جائز منفصل، يمد حركتين من طريق الطيبه واربع خمسه من طريق الشاطبيه. يا ايها، ما تقول يا ايها، فانتبهوا، الكتابه نزلنا لما
هذه كلها وجوها فنردها على أدبارها، هكذا إمالات بالألف. فانتبهوا، لا تبتسم بالشفاه، ما عندي أنا ابتسام بالشفاه على أساس والله أجيب الاستفالة يعني الترقيق. فانتبهوا، خاصة إذا كان الكلمة فيها يعني مفخم مرقق، فانتبهوا. الياء المشددة تنبر، أيها، ولازم أجيب صوت الياءين، أيها، ما أيها يختفي عندي الصوت، أو أيها أضغط على المخرج يتشوه صوت الياء ويطلع به هواء، والياء ليست من أحرف فحثه وشخص سكت، فانتبه. إذن يا أيها الذين، بهذه الطريقة. الذين اللام اسمية مدغمة مرققة، لا تطل جريان الصوت فيها، لا تصبح رخوة. الذين، وتتكئ على الذال، الذين أوتوا، لا هذا خطأ، باللطف في النطق بلا تعسف، ويا ساكنة بعدها مطب يا حركتين. إذن الذين، مش الذين، فانتبه. أوتوا، واو ساكنة قبلها همزة مضمومة، مد بدل حركتين، أوتوا. إذا أنا قرأت راح يتحقق عندي الحكم، واو ساكنة قبلها تاء مضمومة مطب يا حركتين، لكن راح نحذف الواو وصير كأنه تاء مضموما على التقاء الساكنين. أوتل، شوف تل كتابة، تل كتابة، اللام قمرية من الكتاب لأنه كاف متحرك بعدها، والكاف من أحرف القمرية، أبغي حجك وخف عقيمه. ولما تكون اللام قمرية يجب أن يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة. أوتل كتاب، أوتل، لا تقول أوتل، تنطق اللام من الكتاب والشفاء مضمومة، وجايب للضمة من التاء من كلمة أوتو وجايبها إلى الكتاب بكلمة أخرى، فانتبه. أوتوا الكتاب آمنوا، ألف ساكن، طبعا ألف ساكن قبلها تاء مفتوح، كتاب مد طبيعي حركتين، آمنوا ألف ساكن قبلها همزة مفتوح مد بدل حركتين، نو واو ساكن قبلها نون مضموم مد طبيعي، آمنوا بما، ألف ساكن قبلها ميم مفتوح مد طبيعي حركتين، با مكسور يعني بي الإنجليزي، بي، بما نزلنا، زاي مشدد صفير، نزلنا، وبعض يقول نزلنا، نزلنا يدغم اللام في النون، وما أسمع صوت اللام، واللام لازم أنا أجيب البينية فيها، نزلنا بهذه الطريقة، أسمع اللام، ألف ساكن قبلها نون مفتوح ما الطبيعي حركتين، مصدقة، يقول مو، لا مو، ما مي مو، مصدقة، صاد مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوح، ولا تفخم الميم قبلها ولا الدال بعدها، وخاصة الدال المشدد قد انحصرت ما بين الصاد والقاف، والصاد والقاف من أحرف الاستعلاء خص ضغط انقض، والقاف مفخمة مرتبة أولى لأن مفتوح بعدها ألف أو تنوين، فترة راح يصير عندي فراء، راح يصير مصدق، كأنه صارت مفتوحة لأنه أنا راح يصير عندي إدغام بغير غنة، تنوين مع اللام آكل النون، مصدي، مصدق، مصدق، مصدق لما، بهذه الطريقة جبنا اللام كأنه صارت مشددة من كلمة لما، لأنه إذا أقرأها لوحدها لما كسرها بس تحت اللام، بينما هي شدة، إذن إدغام بغير غنة، مصدق لما، ما تطولها، مصدق لما، هذا خطأ، الصحيح مصدق لما معكم، بهذه الطريقة، مع إتمام الحركات كو وي مرققة، ما تقول معكم، كو كو، معكو، معكم من، إدغام مع ميم، معكم مع ميم من، إدغام متماثلين من غير كز للشفاه، نون من ساكنة بعدها قاف قبلي إخفاء بغنة مفخمة بمرتبة القاف ثانية، يعني الغنة تكون مفخمة مرتبة ثانية، معكم من قبلي، لاحظتم؟ ولا تقول قو قابلي، لا من قابلي، والبعض يجيب الغنة مرققة من قابلي ويفخم القاف، أو البعض يجيب غنة مفخمة ويرقق القاف، من قابلي، من قابلي، خطأ، من قابلي، با ساكنة في وسط الكلام قلقلة صغرى، لا أمسكها، قبلي لا تقف على المخرج، أنت في القلقلة تضرب المخرج وتهرب، اضطراب في المخرج، قابلي بس، قبلي أن
ناطو ميسا نون مع النون ادغام بغنة. شوف صارت نون مشددة النون مال ناطو ميسا، فصارت كأنه عليها شدة لأنه هي بس مفتوحة نا ناطو ميسا، نون قبلها صارت نون مشددة ادغام بغنة. أن مرقق طا مفخم مقلقل ساكنة في وسط الكلام، قلقل الصغرى مفخم مرتبة رابعة مرتبة الساكن، ما فخم أن طوميسا نا لا أن طوميسا بهذه الطريقة. اكسر الميم جيدا. وجوها وجوها واو مضمومة وجوها واو ساكنة قبلها جيم مضموم ما الطبيعة حركتين تنوين فتح جاء بعدها فاء فنردها ثنايا العليا مع باطن الشفة من غير إطباق للشفاء. وجوها فنردها ما تقول وجوها فنردها، انتبه وانظر إلى المرآة وجوها فنردها، لازم يكون هنالك فرجة حتى لا تخنق الغنة وتصير كأنه ميم. فنارو الراء مفخم الياء مضمومة والدال شديدة مجهورة والمشددة. فنردها على ألف ساكن قبلها ها مفتوح مطبع حركتين، حرف المد في على والهمزة في أدباريها، مد جائز منفصل يمد حركتين من الطيب 4-5 من الشاطبية من غير إمالات. على أدبارها خطأ، على أدبارها بهذه الطريقة، يعني ما أميل ولا أقلل ألفات. أدبارها الدال مقلقلة قلقلة صغرى ما أمسكها، أدبارها خطأ، أدبارها تضرب المخرج رأسا وتهرب. الراء مرققة من كلمة أدبارها لأنها مكسورة، وعندي حرف المد في كلمة أدبارها والهمزة في كلمة أو، يعني مد جائز منفصل بمقدار حركتين من الطيبة وأربع خمسة من الشاطبية. أدبارها أو نلعنهم أو وولين أو ساكنة قبلها مفتوح أو نلام ساكنة تتجلى الصفات في الحروف الساكنة نعطيها البينية. نلعن ما تقول نلعنو نلعنو، يجعل البعض النون هذه المفتوحة مضموم، لا نلعن هم نلعن نانهم ها مضمومة وأضم الشفاء فيها ولا أفخمها، أقول نلعنهم لا هو هم مظهرة. أو نلعنهم كما ألف ساكن قبلها ميم مفتوح ما الطبيعة حركتين. لعن نون مشددة ثم نون مشددة غنة أكمل ما تكون، ثم بعد ذلك عندك الحرف المد الألف في لعن والهمزة في أصحاب، مد جائز منفصل يمد حركتين من الطيب 4-5 من الشاطبية. كما لعن أصحاب، لاحظتم؟ ما تقول لعنا لا لعنا، نون مشددة شوف شلون جبت الغنة، بعدين الأمد لعنا أصحاب، همزة ساكنة همزة مفتوحة مرققة جاء بعدها صاد ساكنة مفخمة مرتبة رابعة من أحرف الصفير يجري فيها الصوت والنفس، فأقول أصحاب خطأ أصحاب بهذه الطريقة وأصفيها من أن تفخم. وألف ساكن قبلها حاء مفتوح ما الطبيعة حركتين. والسبت السب السبت شوف السبت السب السب السبت بس ما السبت، ويختفي عندك صوت التاء والباء مقلقلة قلقلة صغرى في الباء في وسط الكلام وما أمسكها. السبت لا السبت لا السب السب أضرب المخرج وأهرب السبت بس، وجبت الهمس اللطيف لأن ستسكن هذه التاء بالوقوف على جيم جواز الوقف هنا. إذا استمرت السبت وكان السبت سين طبعا صفير وطبعا هي مشددة فلازم أبين أنا فيها الهمس وجريان الصوت الرخاوة. السبت وكان ألف ساكن قبلها كاف مفتوح ما الطبيعة حركتين. أمر شوف الميم الساكنة دائما أركز عليها أنه البعض يقلقلها يقول أمر يقلقلها وهي ليست من أحرف القلقلة قطب وجد، لازم تجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لأن عمر الراء مفخمة لأنها مضمومة. أمر
أمر الله. شوف لما قلت لكم إذا جاء مثلا حروف المستعلاة خص ضغط انقض قبل اسم الجلالة الله تكون مفتوحة ومضمومة نفخمها، والراء ترقق وتفخم أحيانا. الآن الراء راح أنطقها مفخمة وأنطق اللام من اسم الجلالة الله مفخم. أمر الله، لاحظتم؟ رو، لأن أصلا الراء مفخمة. الله وليس الله، دائما أركز عليها، انتبهوا لا تكبير للشفاء، واكسر الهاء جيدا مرققة. مفعولة مفعولة مفعولة. الفاء مخرج ضعيف، لازم أنت تجري الصوت والهواء يعني الهمس فيها حتى نسمع الفاء. والواو ساكنة قبلها عين مضمومة، راح تكون عندي مط طبيعي. نقف بمد العوض حركتين لأنه تنوين فتح. إذا استمريت تنوين فتح جاء بعدها همزة إن الله لا يغفر أن يشرك به مفعولا إن، لاحظتم؟ مفعولا إن، لازم أظهر، راح يكون عندي إظهار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جيم جواز الوقف هنا على كلمة يشاء. إن الله، الهمزة هذه يعني لحد الآن في برنامج تصحيح التلاوة لما البعض يقرأ إما يختلسها يقول إن أو إن، يمطها يا لا تختلس ولا تمطها. إي إن، نون مشدد الغنك والما تكون، والنون الثانية مفتوحة بعدها اسم الجلال الله، إذا نفخم اللام من اسم الجلال الله لا نفخم النون. إن الله خطأ، إن الله، هكذا النون مرققة وفخمت اللام من اسم الجلال الله من غير تكوير. لا تقول الله، لا الله، ها لا، ألف ساكن قبلها لام مفتوح ما الطبيعي حركتين. يغفر، الغين ساكنة مفخمة مرتبة رابعة من أحرف الاستعلاء، ولا أقول يغ هكذا جعلتها في الكلمتين، يغفر ويغفر ما دون ذلك، هذه في الكلمتين، لا تجعلها خاء تشممها هواء، لأنه الغين يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس. يغ يغ، ولا تقول يو يو، لا يو، هي ساكنة، فلماذا تقول يو؟ تكور الشفاه، فلازم تنظر إلى المرآة وتصحح. الفاء مكسورة، الراء مفخمة لأن مضمومة. يغفر أن، رو رو أن، نون ياء إدغام بغنة، لا تجعلها ياء صافية. دائما أحكي وأقول أنه النون مع الياء، نون الساكنة أو التنوين مع الياء، لا تجعله ياء صافية. أي، شوف ما في غنة، أي، لا أي، مش أي، لا أن يشرك به بهذه الطريقة. والياء مضمومة نظم الشفاه فيها، لكن لا أسحبها إلى الشين، أقول يش، وأنت تريد لك بس حجة أنه بالشين الساكنة على أساس تفشي تريد تقدم الشفاه وتضم الشفاه إلى الأمام، تقول يش خطأ، يشرك يشرك، حتى أصفي الحركات ولا أسحب حركة حرف إلى حرف ساكن. يشرى، را مفخمة، هذه الرا المفتوحة، ك مرققة. يشرك خطأ، يشرك به، به هنا كسرة الباء والها ثم بعد ذلك منصلة صورة حركتين. يشرك به ويغفر، هذه حكيناها الغين حتى لا أكور الشفاه، لا أجري فيها الهواء حتى لا أشممها خاء. ويغ ويغ خطأ، ولا أقول ويغ خطأ، ويغفر ويغفر، يعني راح يكون عندي جريان للصوت فيها، رخاء والغين مع تفخيمها مرتبة رابعة لأنها ساكنة من حروف الاستعلاء. ما دون، ألف ساكن قبلها ميم مفتوح، واو ساكن قبلها دال مضموم، ما الطبيعي حركتين، ما الطبيعي حركتين. ما دون ذلك، ألف ساكن قبلها دال مفتوح، ما الطبيعي حركتين، اكسر اللام. ذلك لي، لك لي، لمن، كسرة اللام، لمن يشاء. نون ياء أيضا إدغام بغنة، لا أجعلها ياء صافية مثل ما قلت أن يشرك، لمن يشاء. لازم أقف بالنبر، أحد مواضع النبر في القرآن عندما أقف بالكلمة آخرها همزة حتى أقفل الأوتار الصوتية، ماضي عندي الهمزة، أقول يشاء يشاء، ضاعت، لازم يشاء
حتى أبين الهمزة، وهذا هو أحد مواضع النبر في القرآن. اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة يشاء، مد واجب متصل 4 أو 5 حركات، لكن سأقف هنا بعلامة الجيم بالمد العارض للسكون ويمد 6 حركات، فيكون هذا الذي أقف عليه أحبتي في الله. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك نون ياء، اتفقنا ما سويها يا صافي، ومن خطأ لازم غنى من الخيشوب، لا تسحب ضمة الياء إلى الشين، يشرك الشين صفيها من انتظام والشين تفشي، وتتجلى الصفات في الحروف الساكنة، التفشي صفة خاصة بالشين، ويجري فيها الصوت والنفس، والراء مرققة لين مكسورة، الكاف فيها همس في الوقف والوصل. يشرك لطيف، ما يشرك بالله قلقلها البعض، أو يشرك بالله يبالغ في الهمس، دائما خليها ببالك باللطف في النطق بلا تعسف. يشرك بالله بهذه الطريقة، همس لطيف، يشرك بالله، الباء مكسورة قبل اسم الجلال الله ترقق اللام، لا مش بالله لا بالله وليس بالله، لا تمل صوت الألف، بالله فقدي، شوف دائما اكسر المكسور لا تختلس، ما تقول فقدفت، والفاء مرقق، القاف مفخمة، مرتبة ثانية مفتوح، فقدي، لا تقول فاقو، لا فاقو، فقد افترى، الفاء من كلمة افترى لازم أبين بها الهمس، وجاءت طبعا الدال مكسورة بعدها فاء لأنه همزة وصل، فقد افترى، طبعا افترى إذا سئلت راح تكون بهمزة مكسورة قطع. التاء مرققة، الراء مفخمة، افترى تاء، ما تقول افتارا تا، لا تفخم التاء لمجاورتها للراء المفخم مفتوح، فهذه من الأخطاء، ما تقول افتا، لا افتا تا 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 افترى، ولا تقول افتارو رو، هكذا تكوّر الشفاف الراء. بعدها ألف تفخم هذه الألف تبعا للراء، لكنه عندي حرف المد جاء بعدها همزة إثمة، فراح يكون عندي مد جائز منفصل يمد حركتين من طريق الطيبة، 4 أو 5 من طريق الشاطبية، افترى إثمة بهذه الطريقة، إثمة ثاء ساكنة وثاء مخرج ضعيف، لازم أنا أبين جريان الصوت والنفس حتى أسمعها، وأكسر الهمزة، إثما تنوين جاء بعدها عين عظيمة، إظهار أحد حروف الإظهار العين التي هي الحروف 6، أخي هكا علما حاز وغير خاسر، أول حرف من كل كلمة في هذا البيت، إثما نون مظهرة، لازم تسمع صوت النون المظهرة، إثما عظيمة، إثما عظيمة، لا تقول عظيمة، تفخم العين، العين دوما مرققة لمجاورتها للضاء المفخم مرتبة أخير 5، فتقول عظيمة، خطأ عظيمة، ولا تفخم الياء بعدها، الضاء مكسورة، فننتبه عظيمة، نقف بمد العوض 2 حركات لأنه عندي تنوين فتح، إذا استمرينا تنوين فتح جاء بعدها همزة ألم، فراح يكون عندي إظهار لازم أسمع الإظهار، عظيما ألم، عظيما ألم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، جيم جواز الوقف هنا، ألم من مظهرة، ألم تر، ألم لازم تجيب المخرجين الشفوي والخيشومي مع الميم، لأنه مخرجين بالميم مخرجين بالنون، ميم شفوي خيشومي، نون لساني وخيشومي، ألم هذا معنى الإظهار، ألم تر تارا را، شوف مثل ما قلنا افتارا، لا تقول تارا تارا، ألم ت ألم تارا إلى، ولا تقول تارو إلى رو، لا تكور الشفاه، دائما انظر إلى المرآة حتى تصفي، إلى الذين، إلى راح تكون هذه ما الطبيعي، لكنه سوف نحذف الألف منع الالتقاء الساكنين مع همزة الذين، فصل إلى اللام، إلى لام الذين، واللام اسمية مدغمة مراققة، واللام المشددة لا تطل جريان الصوت فيها حتى لا تصير رخوة، إلى ال بس، إلى الذين، ولا تتكي على الذال دائما أذكرها، الذين يزكون خطأ،
الذين ياء ساكنة بعدها ما الطبيعة حركتين يزكون بس أتم الحركات كون واو ساكنة قبلها كاف مضموم ما الطبيعة حركتين يزكون وليش يزكو لا يزكون أنفسهم بس تجيك النون أو التنوين مع الفاء نون ساكنة طبعا رأسا ثنايا العليا باطن الشفة أنف أنف من غير إطباق أنفسهم أنفسهم أنف أنفسهم حتى تصبح عندي حتى لا أقول أنفسهم تذهب باللسان إلى مخرج النون اللساني ونقف بميم مظهرة إذا استمريت راح يجي بعدها باء بل الله أنفسهم بل الله هكذا صار إخفاء شفوي فانتبه من غير كزل للشفاء أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا بل الله اكسر اللام جيدا بلي ما تقول بل الله بل الله بل الله وبما انه مكسور قبل اسم الجلال الله ترقق اللام من اسم الجلال الله بل ما تقول بل الله لا بل الله هو نضم الشفاء فيها الهاء يزكي هنا يا ساكنة قبلها كاف مكسور ما الطبيعة حركتين يزكي كي من نون ساكنة يشاء يا إدغام بغنة ما أجعلها يا صافية أقول من يشاء خطأ من يشاء ولا هنا نون يا إدغام بغنة لا تجعلها يا صافية مثل ما قرأت يشاء عندك الألف والهمزة جتمعا في كلمة واحدة إذن مد واجب متصل يمد أربع خمس حركات ما أقول يشاء لا يشاء ولا ألف ساكن قبلها لام مفتوح ما الطبيعة حركتين يظل انتبهوا كيف التخليص ما أسحب ضمة الياء إلى الله يقول يظل خطأ يظلمون والضاء ساكنة مفخمة مرتبة رابعة واللام والميم والواو بعدها كلها تكون مرققة ولا يو ما تقول ولا يو لا يو يظلمون واو ساكنة قبلها ميم مضموم ما الطبيعة حركتين فتيلة بس تم الحركات وعندك الياء ساكنة قبلها تاء مكسور ما الطبيعة حركتين ونقف في مد العوض حركتين تنوين فتح وإذا استمرينا فتيلة ننظر ما رح يصير عندي هنا ساكنين فرح أكسر آني بالأخير فتيلة ننظر عرفتم الآن شلون صارت الوضعية؟ هذه كسرتها بالأخير النون حتى أروح إلى نون انظر لما أنا أستمر في التلاوة بارك الله فيكم انظر كيف يفترون على الله الكذب صلة تفيد هنا الوصلة أولى مع جواز الوقف هنا انظر لازم أنت راح تبدي هنا بهمزة مضمومة يعني همزة قطع مضمومة أو وراح تصير عندي النون ساكنة ما بين همزة مضمومة وضاء مضمومة فممكن انه انت ايش راح تسوي راح تسحب ضمة الهمزة الى النون خطأ ليش لانه النون ساكنة وراح انا يكون عندي غنة اخفاء مفخم بحسب مرتبة الضاء مرتبة ثالثة فلازم تصفي انظر انظر هكذا ولا تسحب ضمة الضاء إلى الراء ساكن راء مفخم لأن ساكن قبلها مضموم هذه الكلمة بها يعني ميكانيكيات كثير لازم تحرص عليها انظر انظر كيف انظر كيف بهذه الطريقة ما قل انظر كيف جعلت الكلمة كلها حروفها بشفاه مضموم كيف يا أولين كيف يفترون هذه لازم تحرص على ليونة وسلاسة ساكنة قبلها مفتوح كيف ما تقول كيف خطأ كيف يفترون فالساكنة مخرجة ضعيف تحتاج إلى جريان للصوت والنفس حتى أسمعها يفترو التاء مرققة الراء مفخمة الياء مضمومة فأنت ما تقول يفتا لا يفتا يفترون واو ساكنة قبلها راء مضمومة ما الطبيعة حركتين على إذا أنا قلت على ما الطبيعة حركتين لأنه عندك ألف ساكن قبلها لام مفتوح
لكنه سوف نحذف هذه الألف منع الالتقاء الساكنين فصير لام لام على على الله على صارت لام مفتوح قبل اسم الجلال الله تفخم اللام من اسم الجلال الله على ما تقول على على الله تفخم على لا لا انتبه على على الله ولا تكور شفاه على الله الله لا على الله الكذب اللام قمرية في الكذب الكاف متحركة ليست يعني مشددة وابغي حجك وخف عقيمه ولما تكون اللام قمرية يجب أن يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة نقف على باء ساكنة مقلقلة قلقلة كبرى ليش؟ لأن في آخر الكلام ونضرب المخرج ونهرب واكسر الذال الكذي الكذب بس وكفى به إثما مبينا وكفى هذه أتم الحركات بقى عندك ألف ساكن قبلها فا مفتوح ما الطبيعة حركتين به كسرة الباء والها ومتصلة كبرى جاء بعدها همزة إثما يمد خمس حركات تقريبا به به طبعا هو يمد اثنين واربعة وخمسة بس بحسب مرتبة القراءة وبما أنه أنا عم بقرأ بالتحقيق تعليم فراح أمدها خمسة به إثما إي كسرة الهمزة لا تختلس إث إث لا إي إثما ثاء مخرج ضعيف تحتاج إلى جريان للصوت والنفس إثما تنوين فتح جاء بعدها ميم إدغام بغنة إثما من غير كز إثما مبينا وأضم الشفاه في الميم لما أنا أنتقل إلى مبينا كسرة الباء يا ساكنة بعدها ما الطبيعة حركتين أقف بمد العوض حركتين لأن عندي تنوين فتح وإذا استمريت إظهار مع همزة ألم ترى إثما مبينا ألم لاحظتم لازم إظهار أسمعها أذهب إلى مخرج النون اللساني والشفوي والخيشومي عفوا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا خلصت الصفحة خلينا نشرحها الآن ألم ترى مرت معنا الميم مظهرة ألم لازم أجيبها وأظهر أن عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي والتاء راء لأنه ميم مخرجين شفوي وخيشومي تاء مرقق راء مفخم الراء مفتوح مفخم فلا تقول طارا طا لا تاء ترى إلى والبعض يقرأها ألم ترى إلى ألم ترى إلى يجعلها ما الطبيعي كأنه إيش وراها ألف وهذا خطأ ألم ترى إلى ترى إلى هذه انتبه في هذه والتي قبلها في البداية الآية 49 فانتبهوا ألم ترى إلى إلى الذين هذه أيضا إلى الذين إلى ما الطبيعي لأنه ألف ساكن قبلها لام مفتوح وراح نحذف الألف منع الالتقاء الساكنين مع همزة الذين إلى من اللام إلى اللام واللام مشددة في الذين لا أطيل جريان الصوت فيها حتى لا أصير رخوة إلى الذين بس ولا أتكئ على الذال ذين لا إلى الذين أوتوا هكذا بهذه الطريقة ويا ساكنة قبلها ذال مكسور ما الطبيعة حركتين أوتوا واو ساكنة قبلها همزة مضموم بدل حركتين تو واو ساكنة قبلها تاء مضموم ما الطبيعة حركتين نصيبة نون مرقق صاد مفخم مرتبة أخيرة فما تقول نصيبة ن ن نصيبة نصيبا من تنوين نصيبا فتح مع ميم من إدغام بغنة نصيبا من شوف كسرة الميم والكتاب راح يكون عندي اللام قمرية جاء بعدها الكاف متحرك فقط ابغي حجك وخف عقيمه ولما تكون اللام قمرية في كلمة أيضا بالجبتي لكن الطاغوت لاحظوا اللام شمسية لين جاء بعدها حرف مشدد الجيم ابغي حجك شوف بالجبتي وحجك جيم كاف جيم كاف قمرية ولما تكون اللام قمرية لازم أبين البينية الكتاب بالجبت من الواو إلى الطاء لا همزة وصل ولام شمسية والطاغوت هاي شمسية
الكتاب الكاف مكسورة لا تختلسها، الكتاب ألف ساكن قبلها تاء مفتوح، راح يكون عندي من طبيعي حركتين، يؤمنون. الهمزة الساكنة في وسط الكلمة اجعلها مقطعين، المقطع الأول ينتهي بالهمزة مقطع الثاني يبدأ بالحرف الذي بعد الهمزة مينون، يؤمنون، لا تسحب ضمة الياء إلى الهمزة، خطأ، يؤمنون، يؤمنون، حتى لا تقلقلها تقول يؤمنون أو يؤمنون، هذه نركز عليها حتى نغفل الأوتار الصوتية جيدا بالهمزة الساكنة. بالجبتي اكسر الباء، بي مش بال، بالجبتي، بالجبتي وبالجبتي كسرة الجيم أيضا، واللام قمرية حكيناها لأنه جاء بعد حرف متحرك فقط وليس مشدد. الباء مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام، ما تمسكها بالجبتي، لا بالجب، بالجبتي والطاغوت. الطاء مفخمة مرتبة أولى المفتوح بعدها ألف، ولا تكور الشفاه تقول والطو، لا والطاغوت. الغين مفخمة مرتبة ثالثا لأنها مضمومة بعدها واو ساكنة من الطبيعي حركتين، ويقولون ويقو مش ويقول، تفخم الواو والياء لأن جاورة القاف المفخم مرتبة ثالثة، إذا ويقو ويقولون هكذا بهذه الطريقة. واو ساكنة قبلها قاف مضموم، واو ساكنة قبلها لام مضموم من الطبيعي حركتين، ويقولون لهذه الطريقة. للذين لا تمسك دائما اللام المشددة، دائما أحكي لكم إياها لا تمسك واكسر اللام الأولى، لي للذين وما تتكع الذال، للذين لا للذين يا ساكنة من الطبيعة حركتين، للذين كفروا، شوف كلمة كفى وكفى به، كفى كفى، شوف وكفى بالله، كفروا حتى لا تقول كفروا، كفروا. الراء مفخمة لأنها مضمومة ولا أرققها بسبب ترقيق الكاف والفاء، أقول كفروا، لا كفروا، وخلص المرقق ومن المفخم كل واحد أعطيه حقه. كفروا رو، أقرع الراء خاصة المضموم، ولأن الراء تقرع ها حرف مد، أولئي الهمزة من أولئي في الكلمة الثانية، فليكون عندنا أول شيء مد جائز منفصل يمد حركتين من الطيب أربعة خمسة من الشاطبية، ثم أولئي اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة مد واجب متصل أربعة وخمس حركات، فتصير هؤلاء أهدى، أهدى، الهمزتين همزة هؤلاء وهمزة أهدى لازم أعطيها حقها، أهدى. وعطينا احنا المد الجائز المنفصل خمس حركات، وعطينا المد الواجب المتصل خمس حركات. ها ما تقول هؤلاء أهدى، زين، من الذين آمنوا سبيلا، لا تخلص من الابتسامة في الشفاه حتى لا تقلل الألف معك وتمال. هؤلاء أهدى، أهدى، شوف الهاء اهتزاز، الهاء الساكنة تتجلى الصفات فيها، لازم نبين الهزة بمنطقة أقصى الحلق، أقصى صاد قريب إلى الصدر، هذا هو أقصى الحلق، فاهتزاز الأوتار الصوتية بجريان الصوت والنفس، أهدى، حتى لا تقول أهدى، أهدى، هذا هواء خارج من الرئة، أهدى. ألف ساكن قبلها دال مفتوح من الطبيعي حركتين، أهدى مين، كسرة الميم، الذين، اللام اسمية مدغمة مرققة مشددة لا تطل جريان الصوت فيها، ألا بس مش ال، هذا خطأ، الذين لا تتكي على الذال، ويا مكس ساكنة بعدها من الطبيعي حركتين، من الذين آمنوا، ألف ساكن قبلها همزة مفتوح مد طبيعي، مد بدل عفوا، مد بدل حركتين، وبعدها واو ساكنة قبلها نون مضموم مد طبيعي، آمنوا سبيلا، كسرة الباء سبيلك، يا بعدها ساكنة مد طبيعي، ثم نقف بمد العوض حركتين لأنه عندي تنوين فتح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.